السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة، نحن في هذه الأيام والليالي الفاضلة نعيش أفضل أيام العام، وذلك لتجمع أنواع كثيرة من العبادة فيها، من ذلك توافد حجاج بيت الله الحرام على مكة المكرمة لأداء هذه الفريضة العظيمة ولأداء نسك العمرة، ثم بعد ذلك نسك الحج وغير ذلك من الأعمال الصالحة. ولذلك قال الله عز وجل: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الأيام المعلومات هي أيام العشر، والأيام المعدودات المذكورة في البقرة هي أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. فكل هذه الأيام أيام عظيمة وفاضلة. وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: ما الأفضل، العشر الأواخر من رمضان أم عشر ذي الحجة؟ فقال رحمه الله: العشر الأواخر من رمضان أفضل من ناحية الليالي، لأن فيها ليلة القدر، والعشر الأول من ذي الحجة أفضل لأن فيها يوم عرفة وفيها يوم النحر. وجاء في الحديث الصحيح المتفق عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن خير من هذه الأيام. قالوا: ولا جهاد في سبيل الله. قال: ولا جهاد في سبيل الله إلا رجل يخرج بنفسه وماله ثم لا يرجع من ذلك بشيء. والعمل الصالح هنا كلمة عامة تشمل كما قلنا الحج، وتشمل العمرة، وتشمل الصيام، وتشمل الذكر، وتشمل الصدقة، وتشمل الدعاء، وتشمل الذبح والنسك ونحو ذلك. وكان ابن عمر رضي الله عنهما وأبو هريرة رضي الله عنه في هذه الأيام العشر يخرجون إلى الأسواق ويكبرون، ويكبر الناس بتكبيرهما. فهذا من الأعمال المشروعة في هذه الأيام، التكبير، وهو قسمان: تكبير مطلق وتكبير مقيد. فالتكبير المطلق يبدأ من أول هذه الأيام إلى آخر أيام التشريق، يعني إلى آخر اليوم الثالث عشر، ويكون في كل وقت ما عدا أدبار الصلوات. فأدبار الصلوات لا نكبر بعدها إلا في يوم عرفة، من فجر يوم عرفة يبدأ النوع الثاني وهو التكبير المقيد، ويكون مقيدا بأدبار الصلوات. قال الشيخ ابن تيمين رحمه الله: بعد الاستغفار تكون استغفر الله استغفر الله استغفر الله ومنك السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، قال بعد ذلك نشرع في التكبير. وله عدة صيغ، من أهمها: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. فنكبر بقدر ما نستطيع، نبدأ الآن في هذه الأيام بالتكبير المطلق، نكبر في أي وقت، صباح مساء في كل مكان، ما عدا أدبار الصلوات لا نكبر. فإذا دخل يوم عرفة نبدأ مع التكبير المطلق هذا، نبدأ في التكبير المقيد بعد أدبار الصلوات إلى الانتهاء من صلاة العصر في آخر أيام التشريق، يعني اليوم الثالث عشر. ومما يشرع فيها أيضا الصيام، وبخاصة يوم عرفة، كما جاء في الحديث الصحيح قال: يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة القادمة. فصيام يوم عرفة فيه فضل عظيم. وأيضا بقية الأيام يصوم الإنسان ما استطاع منها، وإذا كان عليه فرض يعني قضاء من رمضان فإنه بإمكانه أن يصوم هذه الأيام بنية القضاء، ويكتب له إن شاء الله أجر أيضا التطوع، يدخل التطوع تبعا له. وإذا كان يريد أن يصوم تطوعا الآن ما في بأس، وبعد ذلك يقضي، لأن قضاء رمضان موسع بحمد الله. ومن أيضا الأعمال العظيمة في هذه الأيام الأضحية في اليوم العاشر، فيها سنة مؤكدة وفيها أجر عظيم ويكره لمن كان قادرا عليها تركها.
وهي بحمد الله شاة واحدة تكفي عن أهل البيت، شاة واحدة كما جاء في حديث أبي أيوب أنها تكفي عن أهل البيت كلهم. فلا يلزم مثلا الابن أن يضحي والزوجة أن تضحي، لا، يكفي رب البيت إذا ضحى يكفي عن البقية. وإذا كان الإنسان مثلا يقول أسعار الأضاحي غالية، فبحمد الله الآن في منصة إحسان الآن ب800 ريال تستطيع أن تشتري أضحية وتوزع على فقراء المسلمين بحمد الله، والقائمون عليها جهات موثوقة. وأيضا للحاج كما تعلمون يشرى 5 أعمال عظيمة في اليوم العاشر وهو يوم الحج الأكبر، فيشرع لهم رمي الجمرات، ويشرع لهم الحلق والتقصير، ويشرع لهم الطواف حول البيت والسعي بين الصفا والمروة، و5 أعمال عظيمة تشرع في هذا اليوم العاشر بالنسبة للحجاج. أيضا يشرع للإنسان أن يكثر في هذه الأيام من الذكر، قال يذكر اسم الله في أيام المعلومات، يعني يكثر من الذكر والدعاء في هذه الأيام، فإنه حري أن يستجاب للإنسان لأنها أيام فاضلة. وينبغي للإنسان أن يتقلل من أعمال الدنيا ويكثر من العبادات، ويكثر أيضا من قراءة القرآن، من استطاع أن يختم فبها، وإن لم يستطع يقرأ بقدر ما يستطيع، ويتجنب المعاصي والأمور المغضبة لله عز وجل لكي تقبل أعماله الصالحة. فإن الإنسان إذا ترك المعاصي وأقبل إلى الله عز وجل فإن الله عز وجل يقبل عليه ويقبل أعماله. وأما إذا كان يعمل أعمال صالحة ويعمل مع أعمال سيئة وذنوب ومعاصي، فالمعاصي لها شؤم يا أخوان، قد يعني ما تقبل أعماله بسبب المعاصي، وإن كان رحمة الله عز وجل واسعة، لكن على الإنسان يتوب من المعاصي ويرجع إلى الله عز وجل ويكثر من الأعمال الصالحة. ولذلك قال العلماء أن التخلية قبل التحلية، فأنت أولا تتوب من المعاصي ترجع إلى الله عز وجل وتكثر من الأعمال الصالحة، وهذه هي التحلية. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.